السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، صحيح، لاباس، كل شيء مزيان في امان الله. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم قدم لكم مكرونيه بالخضار، كنديروا فيها خيزو وبطاطا، فليفلات حارين، وبصيله مشلضه، وحبه ديال المطيشه، ثومه، والتحميره، الابزار، والخرقوم البلدي، شويه ديال الملحه. انا كنديرها بالدجاج، كندير عنيقات ديال الدجاج ولا جناوح اللي عندكم اللي بغيتو. المهم هي كتجي زوينه بالعنيقات والجناوح. بقاو معايا تشوفوا الطريقه. فيها عفوا زيت البلديه، وفيها مطيشه ديال الحك. غادي نديروا البصيله تشحر، غنديروا ليها شويه زيت البلديه، نزيدوا عليها الثومه، بما تشحر لينا البصيله ديالنا نزيدو عليها مطيشه. من بعد البصيله ديالنا ما طاحت غادي نزيدوها مطيشه. كلي ما تطيح مطيشه شويه عاد غادي نديرو صيفه الزيت ديالنا. بعد ما تشحرت لينا البصيله ومطيشه غادي نديرو الدجاج، نديرو ليه العطريه، غادي نمرقوه شوية. نخليو هاد المريقة طيب شي شوية تغلي، ومن بعد غادي نزيدوها الخضيرة ديالنا ومطيشه هاد الحك. من بعد ما كتغلي لينا المريقه ديالنا غنزيدو عليها خيزو، ونزيدو بطاطا، غادي نزيدو هاد المطيشه ديال الحك بعد ما طلقتها بشويه ديال الماء. دابا غادي نسد عليها ونخلي داك الدجاج والبطاطا والخيزو يطيبو. بعد ما طابت الخضيرة ديالنا والدجاج غادي نزيدها شوية ديال الماء باش ندير المكرونية طيب. ندير القدر اللي غادي طيب فيه ديك المكرونية.
نديروا هذه المكرونيه ديالنا، نديروا لها الماء القدر اللي غادي يغطيها، وهاد الفليفلات حارين اختياريين، المهم هي كتجي حاره كتجي زوينه. بقاو معايا حتى توجد. بعد حبيباتي المكرونيه ديالنا هي وجدات دابا. حاول راح حبيباتي ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي والضغط على زر لايك وبارطاجيو مع صحابكم، وشكرا لكم وتسناو الجديد. باي باي.